أثناء تواجد كاميرتنا ببرنامج قمرين اللي تقدمه جمانة كريم، التقينا مع النجم علي فاضل والنجم علاء الإبراهيمي، وجداً استمتعنا باللقاء. علاوي راهن بيك أنه أنت عندك سرعة بالبديهية وتلقائي، صحيح لو لا؟ والله قدام الكاميرا بس ما أنت نخلعك. خلنا نشوف، ما أنه إحنا قدام الكاميرا، تخيل الحياة كلها تحكي بسرعة وغضب، شونك شخبارك زين كذا، أوكي؟ فأنت شلون تخلت ويا ولاية بطيخ بسرعة أحكي لي إياها. أنا جيت ب 2013 دخلت الصحافة، ورا 2013 2014 اشتغلت بهنا بغداد، حكيت ويا علي ب 2014 على أساس اشتغل بالموسم الثاني، علي قال لي لا ارجع الكربلاء ما تشتغل وياي، بعدين تراهمنا اشتغلت بهنا بغداد، شابنا بهنا بغداد، اشتغلت له تقرير، التقرير كلش حبه، ب 2017 2018 قال لي على تعال عندي بقرة مال مراسل وخلنا نشتغل سوية والحمد لله. تعليقات، أول تعليق اللي يريد ملابس صيفيه يجي خاص. هذا واحد. اوكي، التعليق الثاني هاي بشكل عام، اي الخيره مضبوطه زين. اي هذا شنو هذا؟ علاء ابراهيم بعد عايش؟ بعد عايش. هذا من طبقه يتفرجكم انتو؟ اوكي زين، يمكن انا الوحيد بالعالم اللي ما اتفرج على علاء ابراهيم بلايه بطيخ. بعد انطيك زين، شنو هاي السخافه؟ اوكي اقول لك، انت راسك شنو درنا فيه طبعا؟ هذا شنو هذا اللي براسك مربع وجهك بي ما اعرف شنو هذه؟ هذا من الطب ايش تلقى؟ تلقى خال عباره ما اجمل الحريه في التعبير، طح حظك وحظ الحريه والتعبير مالتك. اوكي، وبعدين يجي يقول لك ظلوا متنمرين، وانت لعب شنو؟ انت جدت تلعب قلب ولا برتقاله؟ ويعني كلمه لعلي فاض حبيبي واخويا الكبير، ويا رب دائما نبقى سوا. هاي ظاهرين داخلين حسب لا حقيقة، احنا حسبي الله ونعم الوكيل. شو تقول على علاء الإبراهيم؟ والله عاد حسبي الله ونعم الوكيل. حاب انه الله يوفقه بالسنة الجاية وتكون سنة خير وسعادة وحظ ورزق، ويعني يعني هو طلب صعب شوية بس بلكة الله، شوية عقل عقل شوية بس، شوية عقل يعقل بس، هاي كل شيء ما بيقول.